موجودة في أداء منتخب تشيلي. نص الملعب الهجمة طاس ناحية أحمد حسن كوكا، المهارة، اللمسة، الكرة الطولية، الله، خطيرة جدا، والهدف، الهدف، 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 جوه الجول. أيوة كده، كهربها، أيوة كده، ولعها محمود عبد المنعم، كهربا ولع المباراة، شعللها، شعللها، ولعها، ولعها، الله، الله، الله. منتخب مصر متقدم، منتخب مصر متفوق، منتخب مصر في العلالي، ودايما مصر في العلالي. محمود عبد المنعم كهربا، الله على الباصة والجملة، تسلم لرجليك يا احمد يا حسن يا كوكا، ويسلم للتحرك الحلو من اللاعب كهربا محمود عبد المنعم عشان يحطها بلمسه بحنيه بمهارة سريع، المهاره والباصه من سيزر فوينتس على اليمين، جميله سريعه، منتخب خطوره، الهجمه منتخب تشيل، الكره الطوليه خطيره، منتخب خطوره، المهاره بعرضيه خطيره، الهجمه، خطيره الهجمه، دفاع وهجمه ثانيه، منتخب تشيلي تصويب ولكن دفاع في بطء في الهجمه، وهدف التعادل في بطء، في بطء كبير في دفاعات منتخب مصر الشباب، وهجمة سريعة منظمة من منتخب تشيلي استغلوها مظبوط، استغلوا الدربكة واستغلوا مشاهدينا عدم وجود دفاع قوي جيد في دفاعات منتخب مصر في الهجمة اللي فاتت، وعلى طول لمسة من كاسيو عشان يسجل مشاهدينا هدف التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، هدف التعادل 1-1، هدف التعادل 1-1. بص مشاهدينا، الجبهة اليمنى بالنسبة لمنتخب مصر مش موجود، مش موجود، يعني طفرة عددية واضحة جدا في خط هجوم منتخب تشيلي أمام قلة من مدافعي منتخب مصر، استغلوها مظبوط وقدروا إن هم يسجلوا هدف التعادل. يعني نيوزيلندا مع أوزبكستان، يعني في 9 لقاءات شفنا فيهم مشاهدينا 30 هدف، للقاء العاشر، يعني شفنا في 10 لقاءات بهذا اللقاء حتى الآن في هذا المونديال 32 هدف. لمسه بعرضيه عاليه فوق، تعدى الراسيه متابعه خطيره جدا، المهاره، المهاره، عدى وفوت، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن يا جماعه، كريستال برافو يعدي بعرض الملعب من كل المدافعين، من كل اللاعبين، ويسجل هدف للتقدم في مرمى منتخب مصر، في مرمى مصعد عوض، في مرمى مصعد عوض، رقم 7 كريستال برافو يعدي بعرض الملعب من مكان صعب داخل منطقه الجزاء. بص العاده، بص العاده، استلام بدون اي مشكله، استلام بدون اي مشكله، استلام، عدى وفات بعرض الملعب ويحطها جميله قويه جدا جدا في مرمى المنتخب المصري عشان النجم طبعا كريستال برافو يسجل مشاهدينا.